السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة. صملنا 37 يوم كالعادة بفضل دعمكم واقتراحاتكم. أذكر أحد الكومنتات جاني طالب ويلسون موجود ترى، وعلى الطاري أمس تابعت الفيلم حقه وشفته يوم بدمه يرسم، طلعت هذه الكرة الطائرة وأنا أحسب أني بعبيها ماي وأسقيها للزرع. فسالفتها سالفة، الفيلم للأمانة ما أنصح أنك تشوفه، مدته ساعتين ونص تقريبا. إذا كنت بتشوفه أنصحك تشوف أول نص ساعة وآخر نص ساعة باختصار. وجاني كومنت ثاني يقول لي ريفايند سبير السلاح هذا اللي مستانس فيه في الحلقة الماضية. طبعا جاني كومنت بعد من هنتر يقول لي سبينا ما شاء الله صارت كبيرة وطورنا ما أدري إيش، ما أدري والله هو مجاملة ولا من جد عجبتكم السفينة، فإن شاء الله أنها عجبتكم. هذا السبير جن، أما فيه يقول لك الريفايند سبير اللي هو هذا، يقول لك تحتاج تقريبا 16 إلى 18 عشان تقتل البوس أو الزعيم. الله يستر من الزعيم ذا، وش راح نقابل يا الربع؟ بديت تخوفني أكثر يا ولد. أنا أقول خلاص معي السلاح هذا أقوى سلاح، راح أشله وتوكل على الله بعشرة أسهم 15 سهم. بس لو لاحظتوا في الحلقة الأخيرة بعد القرش والله خذ مننا كثير، خذ مننا تقريبا، المشكلة أني قطعته بس أتذكر أني حسبت قرابة 8 من السبيرجن. المهم أنا باخذ هذا وباخذ من هذا، وما عليكم إن شاء الله ما بروح البوس إلا وأنا جاهز إن شاء الله في الحلقة الجاية. بس أجي الموضوع البوتيتو هذا، الباباي او البيبي، ما ادري هو بيبي ولا باباي، المهم انا مسميه باباي لانه بيبي كذا الاسم ابدا ما هو لايق لسه ما نما. بس دقيقه، جيت للفيهكل اللي هو الماكينه اللي ودنا نصنعها للطراده وللسفينه اللي هو الرافت موتر مسمينه. يحتاج ثيب وفيهكل انجن بارت وفلتر بارت وفيول بارت والكترونيك بارت، هذه الاربع شغلات زائدا التيب، هذه كلها موجوده عندي مثل ما رويتكم اني راصها كلها شغلات هنا. هذا واحد دكت. طيب هذا كله التكرار ما نحتاجه، من كل واحد تقريبا حبه نثبته فوق عشان ايش يبين لنا الشغلات اللي معي. خلاص شغلات كلها معي، والله الربع معي تكرار كثير جدا، كنت خايف ان في شيء ينقصني. دقيقه، في نهايه الحلقه الاخيره انا ظاهر اني علقت القرش وسيفت ولسه ما انطبخ، حاليا كوكت المرحلة الأولى انطبخ بس لسه ما وصل السموكت، ما تدخن. تعال خلا بنصنع الموتر في هذا المكان. يا سلام، الله أكبر، طلع لي تروفي بوة. وش البوة هذه؟ شوف شوف المروحة الصغيرة يا رجال، تكفى عطنا السرعة. ايش ذا تقول مشط حاطة هنا؟ والله شكلها رهيب يا الربع، بس ان شاء الله انها السرعة المطلوبة عشان ندرعم كذا على البوس. ما ادري هو اقدر اقاتل البوس وانا على السفينه ولا هذا كله على الفاضي، والله اني ما ادري يا شباب، فالله يستر. لكن اماكن البوس مره قريبه مني لو تذكرون، شفنا الماب راح ارويكم بعدين يوم نهاجمه. وبرضه موضوع الماي، نفس الشيء جاني كومنت اني ما استخدم الفايبر هذا، خليه واستخدم السعف. اصير استخدم السعف هذا الجميل، نفس موضوع الفيلم. بس للأمانة أكثر شيء إذا بتسألني أكثر شيء اللي غبني النهاية ما أدري، أنا أشوفها جدا سيئة صراحة. خلاص ما بتكلم على الفيلم، والله اسمه كاستاوي على الطاري. خلنا بنقرب الجريكان هذا كله اللي راح نعبي فيه البنزين بعد ما يتحول البطاط. ما أدري كم واحد راح أحتاج، بس كمية البطاط شوي عندنا. يا ليل الشمس، الساعة 3 ولسه الشمس قوية، لازم لاعب يجلس يتبرد شوي او اني ادخله في البحر بحيث لا يسطل علينا. شوف البشره حمراء. تعال خلنا نشوف، ما شاء الله السكيلز، خلاص احس اني ختمت اللعبه كلها، يمكن حلقتين ثلاث نقتل في البوسز ونكون ختمنا. بس موضوع الحراره ما ادري هل يموت من الشمس اذا خليته، نفس موضوع العطش والاكل، ما ودنا نجرب. خلنا نجلس في الظل شوي، وهذا الكهر جايني من الفخار. برضه جاني كومنت على الفخار نصحني اسوي هذا الوتر بوتل لانه ياخذ 5 شربات، 2 كلي عندي وواحد لاشين، خلنا نسويه نستفيد من المصنع هذا. سبحان الله، هذا 2 كلي واللاشينج هذا ستور لاشينج. نجي عند المصنع ونقول له عطنا البوتل، وجاني عليه تروفي بعد، هذا ممتاز جدا ياخذ 5. نشوف 1 2 3 4 5، جرب 6 ما عندي. اصلا موضوع الماي انا كنت حاط 2 هنا، خليني ارويكم، حاط 3 ووتر سكن، يعني عندي 9 شربات زائدا 3 هنا، يعني 12 شربه، وفوق هذا بحط
خلاص انتهى الموضوع. يعني 12 و5 هذه 17 شربة كثير يا رجال. بخليه للزراعة لأنه مفيد. أما موضوع الماي كافيني وزيادة. هلا بالبوتيتو. دقيقة. هذا راح نسقي فيه أسرع. فبيفيدنا في الزراعة أكثر. بدل أجلس أشيل شربة وأوديها هناك وأرجع أخذ شربة وأوديها هنا. أول شي خلنا نشيل هذا. وهذا. وين البقية؟ أيوة. يا سلام. هذا الرابع. يا أخي ودي أجرب الواحد كم راح يعطيني؟ أتو ماش. نضحي بواحد، ايش رايكم؟ عشان نعرف الكمية اللي يعطينا اياها. وش ذا؟ ربع. يعني يحتاج اربعة عشان يعبي لي بترول جرك الواحد يمكن. ردي على البطاطا يا طيب. فيول ستيل كولكتر. بنجرب تجربة. الحين بصير احط ثلاثة وبزرعهم من جديد. وهذا اللي راح ينمون، اللي موجودين الاربعة اوريدي، راح يطلعون لي بطاطا ثانية. حلوين. جيت اكسر هذا. مع انه كان معطي خلفية حلوة صراحة ورا البيس، لكن تماشيا مع نصيحتكم اني اصير استعمل السعف. يا اخي احلى شيء في اللعبة والله موضوع الرص، حتى السعف يمديك ترصه بشكل جدا جميل. شوف كيف يظهر، يا سلام، ما ياخذ مساحات عليك وتصير تعبي فيه الماي. انا بالليل سويت الثلاث مزارع هذه وزرعت الثلاث بطاطا اللي معنا، ورحت نمت قدمت الوقت وزدت حاليا ثلاث مزارع، فيبالي يزيد اثنين ماي الظاهر، مع ان الثلاثة كانوا كافيين تقريبا المزارع هذه كلها، اربعة في ثلاثة يعني 12 مزرعة، فما يمنع نزيد حبة ماي هنا. وهذا خلنا نكسر على السريع عشان يبدأ الدورة يبدأ ينمو، حتى لو ما لقطه الامور طيبة. ودي اشوف وش صار على البطاط مع اني نمت، عشان يتحلل البطاط هذا ولا لازم اولع النار. هذه مشكلة اللعبة انها ما تدري وش السالفة. شوف النار كليب شبه. اي الحين الشغل يمشي. شوف تبدا تعلم حبه حبه. كويس اني جالس اتعلم على حبه بطاط على بال ما ينمون اخوانها. الحين يتحول او يحترق البطاط يتحول الى بنزين. مثل ما قلت لكم المخرج عاوز كذا. انا مش فاهم النظريه خلف هذا الموضوع. كنت اتمنى موجود في اللعبه ملاحظه. تقول لك كم يوم مر على هذا اللحم. متى قطعته ومتى انشوى وكذا. بحيث انك ما تاكله وانت مستعجل مربوش قبل لا يخرب وما تعرف كم يوم باقي له. صعب انك تتذكر صراحه من كثره التفاصيل اللي تواجهك في اللعبه. ايوه البطاط تحلل تحول الى بنزين مثل ما تشوفون ربع يا شباب. يعني اقل شيء يمكن 4 إلى 5 بطاط عشان تعبي واحد من هذا. فالمساله بتحتاج وقت. لكن السؤال هو هذا البترول كم سرعه تحليله يعني في يوم نستخدمه؟ كم راح يدوم معي؟ ان شاء الله بعد العاصفة راح اشيل حبة البطاطا هذي اللي حللتها ونجرب فيها الموتر الموتور على قول اخواننا المغاربة. طف النار توفير. طيب شلون اشلك؟ والله شكل لازم اتعبى يا شباب. فشلت الخطة. تنجح خطة تفشل خطة والمجرمون تمسكهم الشرطة. بيب بيب. اما هذا سبويلد. هذا طبخته بعد هذا. كيف هذا سموكت ولسه ما خرب وهذاك خرب؟ معقول عشان هذا حاطه في صندوق؟ اكتشفنا اكتشاف جديد يا شباب. والله حرام القرش كامل راح. اكلت قطعة واحدة بس منه. خذي القرش كل لحم اخوك. نمتن القرش نمتنه وبعدين نروح نصيده ونطبخه. طيب بخصوص السلاح الاقوى، انا عنوان الحلقة الماضية حاطه اقوى سلاح على اساس انه اخر واحد، قلت خلاص اقوى شيء، بس على حسب الكومنت يقول لي ان هذا السلاح افضل، فلذلك بجهز منه اللي يقدر عليه. مشكلته انه يحتاج واحد ليذل، فالليذل صعب شوي، لكن عندنا كمية كافية تقريبا 10، وهذا بسيط عندنا حجار، بس برضه الحجار مهمة يا اخي. والله متطلباته جدا كثير صراحة وشغلات جدا مهمة، يعني شغلاته نادرة. فبصنع لي 10 وننزل القرش نختبر. والله يا اني مخلي اللاعب صحي هاليومين، ينام بدري ويقوم بدري. غلطتي والله. انتبه يا عزيزي المشاهد اذا كنت بتلعب، اول شيء يا حبيبي زرع البطاطا لانه موضوعه يطول صراحه، مساله وقت جدا طويله. المهم هنا جمعت 10 ليذل يا شباب و10 من الكرود سبير، وهنا 10 من الستون، فودنا نصنع الريفايند سبير. 1 3 بس توقف فوق الاغراض. 4 5 6 10 شوف كيف شكله زي السكين كذا قدامه. فمفروض ان هالقرش
يعني بسلاحنا هذاك تقريبا 7 إلى 8، والكرود العادي ياخذ يمكن 10، لكن متطلباته جدا كثير هذا. فخلونا نجرب وش نشيك على زراعتنا. هذا خليت الماي ناقص، ودي اشوف هل الماي يوم يكون ناقص ينمو يعني اقل من هذا ولا نفس الشيء، ما فرقت اذا فولنا الماي. هذا الباباي جاهز كلهم فل ما عدا هذا ناقص 2. خلنا ناخذ اكسجين معنا احتياطا، وبسم الله توكلنا على الله. واحد من الشباب يقول لي واضح انك مشخصنها مع القرش. اكيد مشخصنها يا اخوي، انت ما شفت وش سوى فينا بداية السلسلة؟ كرهني اللعبة. هذا الاختصار اللي يفيدك في هذا الوقت، تمسك هذا اول ما تشوف القرش تعطيها رقم 1 على طول، تمسك السبير 38 سرفايفد. شيت الاكسجين خلص، تكفى لا تموت. اما الاكسجين بس 3 مرات تقريبا تستخدمه. والله السموك له فترة يا شباب من جد ما خرب، فالظاهر الصندوق انه ما يخربه. السنارة هذه يا شباب عرفت لها، بس مشكلتها انها تحتاج زي هذه الكور، تشوفون هذه واحدة منها يكون طعم، ما ادري من وين نحصل عد، لكن بخليها معي ان شاء الله راح ارويكم اياها اذا لقيت لي زي هذه الكور. هو الاسهل انك تاخذ لك السبير العادي هذا اللي تصيد فيه زي هذا الكرود فيشنج، وتنزل وتصطاد من السمك اسهل واسرع. لكن اذا ودك باستكنان فوق سفينة بدون مخاطرة انك تنزل وتواجه القرش، راح يفيدك او راح تفيدك هذه السنارة. نحط لنا كرسي هنا عندي يجلس، مجرد ديكور. اجلس يا ابوي، بترول سالفة مطولة. طيب اللايت هوك هذا، يا سلام، هذا يصير يمسك لنا الاضاءة بحيث اني ما انسى اشيل معي اضاءة، بخلي واحد دائما معلق. بالليل بيكون شكلها رهيب في السفينة، والحلو انها تنطفي تلقائيا في النهار وتشتغل بالليل. يمديك بعد تحطها فوق المزرعة، غرسناها في وسط الزراعة. شوف كيف السفينة صارت، يا سلام. وبرضه في الليل يمديك ايش تولع الدنيا، سلام، العاب نارية تضوي عشان تشوف شغلك تمام. والله يا شباب الاختبار مثل ما قلت لكم، الماي مش لازم تعبيه فل، كلهم نموا 3 مع بعض. فصرت الحين اشيل البطاط واستبدله مكان الباباي القديم، اصير اشيل المكان واخليه كامل بطاط، هذا المزارع كلها بحولها الى بطاط. الباباي خلاص شليت منه كثير، يمكن 10 معي ونادر ما نتسمم. رحلة البحث الثانية عن القرش، الا ولا بجرب السلاح هذا عليه. 39، والله ابتعدت كثير من الجزيرة ولا اشوفه. العتاد جاهز، بس شكله يعرف ابن الذين. لا كذا كثير والله يا رجال، 4 ايام يمكن جالس العب وما خرب. هذه مضمون، معلومة مضمونة يا شباب، خلوا الاكل في الصناديق وما تخرب. بالنسبة للمزارع البطاط 1 2 3 4 5 6 7 هنا، 8 9 10 11 12 13 14 مزرعة. يعني خلاص كل يومين اطلع لي 14 بطاط، باذن الله راح اعبيه. هذا هو اللي يقول لكم اللي تحطه مع السنارة عشان تصيد، تحتاج كورة واحدة بس من باب التروفي يمكن يجيني. خلنا افتح اللبس هذا، او ممكن مظهر حتى ما اقدر اشوفه، الحزام هذا اللي يلبسه. فتح لي السلوت كامل من 1 إلى 9 او من 1 إلى 10، بس ما في اي تروفي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة المقطع. اتوقع ما في احد من اليوتيوبر سواها، في احد راح الحلاق في نص المقطع ورجع يكمل المقطع. والله يا شباب جاني اتصال ورحت اكمل شغلي فبعدها روحت الحلاق. المهم اما الحين يعني ما له داعي اكمل المقطع كذا ولا كان شيء صار، فنعيما الله ينعم عليك. الحين ودي اجرب السلاح الطيب هذا في صاحبنا القرش. ايوه انني اسمع الصوت، انني اسمع الصوت، ولكنني لا اراه، ولكنني لا اراه. القم يا وسخ القم، يخرب بيتك. 3، وين اقوى سلاح وربي ما اضيع واحد منه. لقم 3 وهذا الرابع. الله اكبر الله اكبر، الفيزيكال زاد عندي والهنتنج زاد، 4 سبيرز وربي انه خرافي. تحيه تحيه اللي كتب لي كومنت، تحيه. انا اشهد انها اقوى سلاح يا رجال، هذاك على اساس انها اقوى سلاح وحاطين اخر واحد في القائمة بس ما يخصه. وربي هذا العيشة ولا بلاش، وخر الاسماك الصغيرة هذه.
ولا والمشكلة جالس يحط لي سناكات هنا وسواريف. هذا الرزق أنا أشهد. أيوة علقه ونقول مرحبا بكم يا شباب في مزرعة البطاط اللي نما. طبعا كل ما اشتغلت الليتات هذه بدأ الليل معي، رحت عطيتها السرير أحلى نومة وصبح ثاني يوم كلت وشربت ماي. وعلى هذا الحال جلست ما يقارب 3 ساعات على اللعبة عشان بس أخلص المزرعة هذه اللي تشوفونها. كمية البطاطا يا شباب مثل ما تشوفون 14 مرة واحدة، يعني في كل يومين باجي بحصل 14. في واحدة اللي هي 15 موجودة الردي داخل. خلنا نشوف كم بيحتاج. 1 2 3 4. شكلي بسوي مصنع ثاني للفيول عشان أسرع العملية. عشان نسوي مصنع ثاني نحتاج كلي، والكلي حاليا ما عندي في هذا الجزيرة. بروح أقرب جزيرة أدور على كلي. بسم الله توكلنا على الله، من زمان ما سافرنا. أنا ما رفعتك؟ سير سير يا مدير حلي له الريوس. أمسك كذا أكسر. أيوة يعطيكم العافية. قدام يا طيب قدام. سيد وينه سيد؟ أيوة خلنا نوقف هنا بس يا الحبيب. صفط نزل البتاع هذا، خلنا نرفعه. خلاص كفي تقدم. عطني الفاس اللي احتاجه. قول بسم الله. حليل الحبل يثبت. فين يا وسخ؟ ابلع. لو ابلع وربي الايم خرافي. تعال تعال الرابع الرابع. تكفى تكفى ما باخذ نفس الا تجيني. يا مرحبا بك يا مرحبا بك. ارتفع فوق 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 لهنت. هامرد شارك ليه ينزل تحت؟ عطنا السبيرز ما احتاجك. باقي واحد ولا اربعة واربعة. اي باقي واحد يا طيب لو سمحت. الرابع وين؟ تعال تعال شارد وين؟ سبيرز حقي. اوه هلا بالكلي سبحان الله. يلا واحد في دراسك دام الكلي تحتك الامور سهلات. زين افتكينا منك سريع سريع بسرعة قبل الظلام. خرب بيت مكانه يا اخي. يا وسخين. الحين انتبه القرش ولا انتبه الله يخرب بيتك. كم هل ذي؟ لا اله الا الله. خرب بيته خرشني ذا. اخلص علينا النحشه يعني ولا ايش؟ السبيرز طيب حقي وين؟ سبينتي سبينتي هناك اتجاهها بعد. والله سبيرز حقي يا ولد. تعال ما تتعلم من اخوك يعني. جاي تنتقم. ليتني اقدر احمل على السفينة. اوووووووو لا 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 خلاص 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 يا ابوي خلاص. ما بيه ما بيه. والحبل ذا وش يسوي؟ خلاص يا ابوي حتى السبير ما باه. رجعنا سالمين. وين البيس حقنا هذاكو؟ سبحان الله وصلنا على الليل. اشتغلت الاضواء. وين سريري؟ اعطى سيف اعطى احلى نومه. وين البتاع؟ هذا هو حجر وبلانك واربع خشبات واثنين لاشنج. اقول كسر الكرسي بس ما له داعي. اعطى مصنع ثاني لهند. ايون هيك الحكي. 1 2 3 4. ابلع ابلع. الحين وين الليل؟ نبي ننام نمشي الوقت. اسمع اسمع الصوت يتغلغل البترول. يا سلام. تعرفون احب اخربها البطاط راح ينمو لي 14 حبة بعد شوي، فلازم البترول العملية تكون سريعة جدا وتكون انطلاقتنا بكميات كبيرة من البنزين. سمعني الطرب. ايوه هذا الشغل ولا بلاش. شيل عبي. لازم تكون حريص على موضوع الحطب.
ما شاء الله قرب يعبي الجركن. وهذا نص. خلاص بإذن الله تكون حلقتنا الجاية بداية الانطلاقة إلى البوسز وتختيم اللعبة. أتمنى أنكم استمتعتوا. موضوع البطاط والله أخذ مني فترة طويلة، لكن إن شاء الله أني ما أكون ثقلت عليكم بهذه الحلقة. أشكركم كومنتاتكم ودعمكم وتفاعلكم في هذه السلسلة. شكرا لمن تسمين القناة ونشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.